يقتصر استخدام معجون الأسنان بالنسبة للكثيرين على تنظيف الأسنان فقط والمساعدة على تبييضها، لكن هناك استعمالات أخرى يمكن أن تكون غريبة لمعجون الأسنان، وفي هذا الفيديو سنتعرف على أغرب 5 استعمالات لمعجون الأسنان. إن الخدوش الدقيقة على شاشات الهاتف الذكية والحواسيب اللوحية تعد من الأمور المزعجة للغاية، إلا أنه يمكن إزالتها في بعض الأحيان. ولهذا الغرض فإن استعمال معجون الأسنان لإزالة الخدوش الصغيرة التي تظهر على شاشة الأجهزة الجوالة قد يكون ذا فائدة، نظرا لأن معجون الأسنان يشمل على جزيئات تجليخ قد تعمل على إزالة الخدوش في بعض الأحيان. وللقيام بذلك يتعين على المستخدم توزيع طبقة رقيقة من معجون الأسنان على الشاشة ويتركها قليلا لتجف، وبعد ذلك يتم تلميع الشاشة بواسطة قطعة قماش ناعمة. ومع ذلك حذر الخبراء الألمان من أن هناك أنواع معينة من معجون الأسنان تحتوي على جزيئات خشنة نسبيا قد تؤدي إلى ظهور المزيد من الخدوش على شاشة الهاتف الذكية والحواسيب اللوحية، لذلك من الأفضل اللجوء إلى معجين التلميع الخاصة بشاشات الأجهزة الجوالة. وبطبيعة الحال من الأفضل ألا تنشئ الخدوش على شاشة الأجهزة الجوالة من الأساس، وذلك من خلال عدم وضع الأشياء الصلبة أو الحادة في الجيوب أو المواضيع التي يحمل فيها الهاتف الذكي، بالإضافة إلى أنه يتعين على المستخدم حماية الشاشة من التعرض للاتساخات والأتربة والغبار. وللوقاية من الخدوش يمكن استعمال رقاقة الحماية التي ينبغي أن تكون مضادة للانعكاسات ويمكن إزالتها دون ترك أي بقايا، فضلا عن ضرورة أن تكون مقاومة للخدش. وينصح الخبراء الألمان بالابتعاد عن الأنواع الرخيصة من رقاقات الحماية نظرا لأنه يظهر بها فقاعات مزعجة عند تركيبها، كما أنها لا تدوم أكثر من عدة أسابيع. تعاني الكثير من النساء من مظهر الأظافر السيء نتيجة للأعمال المنزلية التي تقلل من جمال الأظافر، ما يجعلهن يبحثن عن أفضل طريقة للتمتع بأظافر قوية وجميلة. فإذا كنت ترغبين في الحصول على أظافر رائعة، جربي وضع القليل من معجون الأسنان على فرشة قديمة، ومن ثم قومي بفرك الأظافر جيدا بحركة دائرية لمدة دقيقة لكل إصبع، وستلاحظين نتيجة مبهرة وغير متوقعة. فهذه الطريقة التي تعتمد على فرك الأظافر بالمعجون تؤدي إلى تبييضها، حيث يعتبر معجون الأسنان من أفضل المستحضرات التي تعمل على تبييض وتنظيف الأظافر وإعادة جمالها مرة أخرى. بواسطة فرشاة أسنان ناعمة جدا يمكن تلميع الذهب والألماس بالقليل من معجون الأسنان عليها وشطفها سريعا قبل أن يجف المعجون، ولكن لا تستخدم هذه الطريقة مع اللؤلؤ حتى لا يصاب بالخدوش. معجون الأسنان يعمل بكفاءة لإزالة البقع الصعبة أو أحمر شفاء على قطع الملابس المفضلة لديك. يمكن وضع القليل جدا من المعجون على البقعة مباشرا وفركها قليلا، ثم غسل القطعة بالكامل بالطريقة العادية، لكن يجب الحذر من استخدام معجون الأسنان الذي يوجد به نسبة تبييض على الملابس الملونة. حينما تتعرض للسع خفيف بالنار يمكنك الاستعانة بقليل من معجون الأسنان للتخفيف من ألام الحرق، وذلك عن طريق فرض قليل من معجون الأسنان على الحرق، وسيقوم المعجون بتبريد اللسع والتخفيف من شعورك بالألم. وفوائد معجون الأسنان عديدة جدا، يمكنك استعماله لإزالة البقع على الثياب، وأيضا لإزالة الخدوش على أقراص سي دي أو الدي في دي، ولإزالة البقع عن السجاد، ولتنظيف الأحذية، وأيضا تنظيف الحمام، ويقال أنه يعالج حب الشباب والله أعلم. إذا ما رأيكم إخواني بهذه المعلومة؟ وهل استعملتم أحد هذه الطرق؟ المرجو إجابتنا في تعليق أسفل الفيديو وشكرا. وفي الأخير نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته، وشكرا.